مشاهدينا، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع زواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء. بهذه الكلمات لأمير الشعراء أحمد شوقي نستهل اللقاء بالمنشد إبراهيم الهاجري، نرحب فيك. يا مرحبا، الله كيف يحييك. الحال؟ الله يا اهلا ومرحبا. اكيد نحن ما شاء الله تبارك الرحمن العام التمينا في نفس اليوم على محبه الرسول عليه صلى الصلاه الله والسلام، عليه وسلم. في نفس الموعد وفي نفس اليوم، وردينا اليوم الحمد لله التقينا على خير. الحمد الله لله احيانا رب. عشان نجتمع في هذه المناسبه اكيد المباركه مولد النبوي عليه اللهم افضل صل الصلاه وسلم. والسلام. نعم، أكيد منشدنا إبراهيم الهاجري، نحن قدمت أنت أكثر من ألبوم وكلهم في حب الرسول عليه صلى السلام، الله عليه وسلم. وعندك آخر ألبوم كان في حب الوطن، نعم. والحمد لله لقيت يعني رواج من الناس، يمكن نعم. لأنها كانت بصيغة جديدة صحيح. وبطريقة جديدة غير الناس اللي نعم. تعودت تسمعها. نعم. اليوم أكيد في هذه المناسبة أكيد محضرنا شيء حصري. إن شاء الله. أمور صحيح؟ طيبة. نعم. أنا عرفت أنه شيء حصري وحاطنا هذا فقط لقناة نعم. الظفرة وبرنامج هذه مساء نعم. الإبراك. أول شيء أنا طبعا بسم الله والحمد لله الحمد والصلاة لله والسلام عليه على الصلاة رسول الله والسلام. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبارك هذا اليوم المبارك وهذه المناسبة المباركة الطيبة على جميع الأمة الإسلامية، وعلى إن شاء الله دولتنا العزيزة الغالية، آمين يا رب. وعلى كل من عايش على هذه الأرض. آمين. نعم، هذه قصيدة حلوة للشاعر أحمد سليمان، أحد من إخوان هو موجود هنا في الإمارات، وكتب لي كلمات طيبة. أكيد نحن جميل. نوجه له تحية على هالكلمات الجميلة المعبرة، طبعا ونحب ونسمعها طبعا نسمعها مع أكيد. مشاهدينا. نعم، حاضرين إن شاء الله. يا تفضل. صلي يا ربي على خير الورى، وعلى آل وصحب في الذرى، وعلى الكبرى التي أنوارها طلعت بدرا على أم القرى، وعلى الزهراء من أخلاقها هذبت قلبا سليما نيرا، وعلى الصافي علي من سماها فوق وصفي دون شك أو مرا، وعلى السبطين إذ كانا معا جحفلا يغتال أساد الشرى. صلي يا ربي على خير الورى، وعلى آل وصحب في الذرى، وعلى الطيار وارفع قدره في جنان الخلد أعني جعفرا، وعلى الأتباع حتى المنتهى كلما ليل تبدى أو سرى، إنهم باعوا النفوس حسبة وكذا الأموال والله اشترى، وأقاموا الدين والدنيا معا باجتهاد كان حقا مثمرا. صلوا يا ربي على خير الورى، وعلى آل وصحب في الذرى، وبآل بيت باتوا مثمرا، وبأصحاب الكرام أيقظوا عالم الإنس فجافاه الكرى. صلوا يا ربي على خير الورى. والسلام عليكم وعلى آل سيدنا بيتك. محمد صح وعلى آله لسانك وصحبه الكرام. صح بدنك. نعم، ما شاء الله عليك تبارك ما شاء الله الرحمن. عليك. طبعا إبراهيم، يوم نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا الكلمات لا تعبر ولا تستطيع أن تعبر عن هذا النبي الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أنتم في محيطكم الإنشادي، نعم، عندما تذكرون الرسول عليه الصلاة والسلام، حدثنا عن تلك المشاعر. المشاعر الإنسان ما يقدر طال عمرك يعبر عنها إلا يعيشها. وقبل نحن ما نمدح أو نثني بكلماتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفينا عندما يقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. يعني أكبر وأعظم
حمد وثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. في اكبر منا يا عبد الله، لا تكمل الشهاده بلا اله الا الله الا ومحمدا رسول صلى الله عليه وسلم. يعني انت متخيل مدى التلاحم والارتباط والكلمه ومحبه وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هاي كلمه بروحها تسد عليه افضل السلام. اكيد مشدنا نحن عندك الالبوم الاول كان اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، والالبوم الثاني كان النور المبين. النور المبين ما شاء الله عليك، يعني احسنت باستخدام الاسماء بنقوتهم مثل ما يقولون. والثالث كان في حب الوطن ومناسبات وطنيه، العهد والوفاء. نعم. من الالابيم هذه اللي موجوده عندك اكيد في منهم قصيده يمكن اقربها لقلبك من بينهم؟ هي بنترك لك الاختيار، يعني ألبوم ما شاء الله عندك كم أغنية كم أنشودة فيها، نعم، فأكيد نحن راح نترك لك الخيار فيها. هي أفضل قصيدة اللي خلتني أنا أستمر في هذا المجال الإنشاء هي قصيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلمات الشاعر أحمد سليمان أكيد ما شاء الله. أي نعم، زين، وألحان أخونا الموسيقار شريف الفيشاوي من مصر. أي نعم، هو ألحان هو. بتسمعنا إياها هذه؟ أكيد سمعتكم قبل شوية وبعدين هذه. نعم، يلا. في عندي كلمات قديمة عن التراث، يعني كلمات من التراث يسمونها الكلمات. نعم، نقول فيها الماي. أنا بنسمع صوتك. نعم، إن شاء الله. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. هذه كلمات قديمة ما أعرف من شاعر، هي من تراث. نعم، نعم، يعني كلمة طلع البدر علينا صارت متداولة من طبعاً أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدا جميلة. إيه هذه نشيدة، نعم، عندما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. صحيح. إيه كلمات أنا شوي حافظنا، إن حبيت ممكن أشد. أكيد حبينا نحن اليوم كل شيء في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، مرخوص لك. هذه الفقرة مرة من صوبك يا إبراهيم، نحن ما لنا خص فيها. فاللي يريحك حابة تسمع عليها مرة ابتهل وارتجل وخذ اللي تبغاه مرة عندك. زين، إذا كلمات إذا ذكرتها بيجي إن شاء الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هذه الكلمات قديمة ذكرنا ب... نعم، هاي الأنشودة الرئيسية اللي تعلمها كل طفل وتعلمناها في المدارس طبعا، اللي طلع البدر علينا للرسول عليه الصلاة والسلام في ذاك الهجرة الجميلة اللي غيرت ميزانية العالم. صحيح، الله يرحمه. حتى حين في الأفلام التاريخية الإسلامية كانوا ماسكين جذع شجرة، جذع شجرة استقبال استقبال الرسول عليه السلام، كانوا يسوون. يعني أنا ودي لو فيني والله إني أمسكها واستقبلها، بس يا ريت الزمان يعود. سبحان الله. أكيد سبحان الله، نحن إخواني يعني نعيش في مواسم دينية إيمانية كثير من الناس في غفل عنها، وكثير من الناس يعني محرومين عنها. يعني نعمة الإسلام الحمد لله، هذه سبحان الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الذي ولد فيه والسنين اللي عاش فيهن ويوم الذي قبض فيه، كلها يعني نحن عندما نذكر إيماننا يزيد. نعم، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه نعمة من الله سبحانه طبعا وتعالى. هو الذكرى طبعا تملأ النفوس وتعيد طبعا الأمجاد، وتعيد أيضا السلف الصالح، يعني سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وعندنا نحن أيضا دائما الله حبانا بيوم الجمعة، الله ناس ما تعرف القيمة الكبيرة لهذا اليوم، وكم الرسول حث على هذا اليوم الفضيل. ويعني
طبعا من فضل الله أكيد نعم، يوم الجمعة. ولذلك هو إجازة وهو عيد مسلمين كل الله أسبوع، أكبر. ليس فقط كل يوم. نعم سبحان صحيح. الله، الاجتماع العائلة اللي طبعا التواصل الترابط، نعم ونحن نتبع الهدي وسنة الرسول عليه صلى الصلاة الله والسلام. عليه وسلم. أنتم أيضا في مجالكم، في مجال الإنشاد، أنتم كنت تلتقون بأناس أو بشيوخ يدققون مثلا على مثل هذه الأناشيد، يرون التاريخ اللي فيها، أو كيف تنطلقون بالإنشاد مباشرة من قبل الكاتب؟ نعم طبعا، يعني الإنسان الشعراء، بعض الشعراء عندما تطلب منه شيء أول يأخذ عنك الفكرة. جميل. هي نعم يطلب منك الفكرة، أو حتى هو يكون متمكن عن الموضوع. جميل. زين، ففكرة طبعا، فكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعتقد أي شاعر يحتاج تعطيه. نعم. هو في داخله وفي نفسه موجود. صحيح. فأول ما تقول له على طول هو يعبر من داخله ويقول لك نعم. هي موجودة أكيد محبة الرسول، يعني نعم. فطرية فينا تولد سبحان نعم. الله. نعم يعني نحن عندما نلاحظ الله. إخواني زين، كل يوم نحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نستغنى عنه. نعم. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلال الأيام والليالي كأنك تتنفس. كيف أنت محتاج للنفس؟ صحيح. محتاج لشرب الماء، محتاج لأكل والطعام، محتاج لمحبة الزوجة والعيال والأخوان، محتاج للأمن والأمان، كذلك أنت محتاج لتصلي على الرسول صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم دائما وأبدا. وفعلا لو الناس تعرف يعني قدر كلمة اللهم صل على سيدنا محمد نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين، لها فضل يعني كبير عند الله عز وجل. نعم. لدرجة من صلى علي مرة صليت عليه عشرة، عشر صلى الله عليه سبحان الله عشرة. كيف نعم قدرها عند الله عز وجل كبير. نعم. خلينا نرجع للألبوم لك أكيد الرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أكيد أنت لك 3 ألبومات، ولا ألبوم منهم كان في فيديو كليب. جينا. هل هو سر ان الكلمه ان كانت فعلا صادقه ممكن توصل بدون فيديو كليب، او هي مجرد وسيله اعلاميه ممكن توصل المنشد او المغني؟ شو في رايك؟ لا بالعكس، الفيديو كليب انا اقول السبب الرئيسي. نعم. لايصال الكلمه للمستمعين وللجمهور. جميل. وللاسف انا ما عندي، لكن هذا مهم جدا. ممكن كثير من الناس ما يعرفون ابراهيم الهاجري. صحيح. ممكن سامعين عنه زين، لكن ما يعرفوني وشكليا ما يعرفوني. نعم. لأن ما عندي فيديو كليب. بالعكس الأخواني الثانيين المنشدين الكبار مثل شيخ راشد العفاسي ومثل أكيد. أحمد أبو خاطر، نعم. هذه ما شاء الله عليهم عندهم فيديو كليبات كل مكان يعرفونه. نعم. حتى أنا كنت مرة في تركيا زين، أنا أسير دائما، يوم كنت في تركيا ناس يعرفون أحمد أبو خاطر، يعني قال نحن نعرف أبو خاطر، نعرف راشد العفاسي، أنت ما نعرفه. قلت له أنا ما عندي فيديو كليب. قالوا بالصوت. ففيديو كليب نعم سبب عظيم لايصال او لنشر المنشد او الفنان للجمهور. اكيد هو الحين في فكره عنده قال لي نعم. تحت الكواليس ان شاء الله رايح يوعدكم. عندي فكره اللي بتعاون معكم ان شاء الله، الغنات الظفر بنزل اكيد اول مره. احنا نتشرف. إيه في اكيد بعد في حب الرسول عليه السلام وهو نهج البرده، انت قلت لي ان في فكره مستقبليه، نحن بدون ذكر اسماء، لكن نعم. في فكره عندك ان شاء الله انه يكون عندك تسجيل. في فكره وفي مفاجاه باذن الله ان شاء الله. نعم عن البرده ان شاء الله. كان قريب باذن الله ان شاء الله. راح نعمل مع بالتعاون مع بعض الاخوان المعروفين اللي عندنا هنا. الله يوفقكم. نعم. يا رب ان شاء الله. نعم. اكيد. هذا شو بتنشد لنا الحين بعد؟ شو مجهز؟ لا تحرمنا من صوتك، اقبض المايك وخذ راحتك. الطمع بالدين بالدين زين مثل ما يقولون. اكيد. رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله يا نورا تلالا فبدد في مدائننا الضلالا رسول الله يا نورا تلالا فبدد في مدائننا الضلالا ألا صلى عليك الله دوما وبارك مكرما صحبا وآلا. هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني فعلا بس من مجرد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تحس براحه نفسيه. شوف نحن كم مره جلسنا تبارك الرحمن وعدنا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تحس فيه تبارك الرحمن، تحس بروحانيات، تحس بالاطمئنانيه، تحس براحه النفس. فعلا يقول لك الا بذكر الله تطمئن القلوب، كذلك بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جميل جدا طبعا الحديث ايضا طبعا اخوي ابراهيم. نعم. يعني عن الرسول يكون له ملامح خاصه، نشعر بالهدوء، نشعر بالسكينة، نشعر بالطمأنينة، وأننا نحن أيضا نشعر بأننا لابد إذا ما تحدثنا أو ذكرنا لابد أن يكون كلامنا يستحق يعني أن يسمع من قبل طبعا الجمهور، بأن
يخص الرسول الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم عليه. في إعدادكم للأناشيد طبعا أيضا أنتم لديكم خاصية معينة، كيف تستطيع أن تصل أنت بنفسك إلى مستوى يرتقي بالنشيد أيضا؟ طبعا الإنسان أول شيء يكون عنده النية طيبة. الإنسان طال عمرك يؤثر على الناس، هو يعكس ما داخل الإنسان بنيته. ما هي نيته؟ المنشد أو المقرأ القرآن أو إنسان المحدث، كل شيء عندما تكون نية طيبة أن هذا الشيء أنا أريد به وصول إلى أمر الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك تشجيع الناس لامتثال أوامر الله وتشجيع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هني يأتي التوفيق من عند الله. سبحان الله. ما يحتاج الأسباب أخواني، ممكن واحد ما عنده صوت، ممكن عنده ما عنده موهبة صوت، لكن نية طيبة، لكن هذا الإنسان يريد رضا الله سبحانه وتعالى، هنا يأتي التوفيق من عند الله. وكثير من الناس صوت عنده، صوت جميل، أسباب عنده، لكن صوته ما يصل إلى الناس. ربما النية ما تكون طيبة. فبركة في عمل الإنسان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والنية الطيبة طبعا. أنت النية طبعا تسبق العمل سبحان الله، حتى لو كانت هناك النية وما تحقق العمل فقد أخذ حسنات هذه النية الطيبة، طبعا يؤجر بها. إنما الأعمال. حين أنا عارفة منشدنا أكيد أن يعني في ظل الطرب أو الغناء أو الفنانين عامة اليوم ينزلون أغنية عشان تعرض في مثلا في الإذاعات في التلفزيون، في رقابة على الكلمات حتى تنزل ما تليق أن المشاهد أنه يسمعها أو المستمع كذلك إن كان عن طريق الإذاعة. في الإنشاد أكيد هناك في رقابة للجمل المنقاة أو الموجودة عن التاريخ الإسلامي أو في حتى محبة الرسول أو مدحه؟ طبعا أول شيء الشخص المنشد هو أول شيء يراقب نفسه، يخاف الله سبحانه وتعالى، يصل أشياء المفيدة للمستمع، ما يلعب بأفكار الناس. هذا أول شيء. ثانيا الحمد لله دولتنا بفضل الله عز وجل بسبب القيادة الرشيدة دائما يعطون كل ذي حق حقه. مثلا انا يوم اسجل البوم كامل انتهيت من تسجيله البومي، فلا بد يكون في وزاره الثقافه اسجل الاناشيد هذه باسمي، فهناك يطلبون منك اطباع الكلمات. تطبع الكلمات تعطيهم، في هناك مراقبين اكيد، في شيوخ يراقبون الكلمات، شيوخ القصيدة العلماء يعني، عرفت؟ زين يطالعون الكلمات ويلاحظونه، وانا طبعا دائما يعني كلمات ما اعرف بس جدا جميله ومنقاه. ما بنزيد عليك، نبى الزين من عندك شو؟ والله تقريبا انتهينا من الموضوع يعني. شيء من اللي كنت محضرينهم العام سمعتنا اياهم. شو هي؟ شو سمعنا العام؟ سمعنا كان معانا بعد الاخ اكيد نوجه له تحيه، تحيه اللي كان ويانا. كان ويانا، نسيت اسم سموحه طبعا. طب الان اذا 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 ايضا يعني احنا طلع البدر، نحن ما قلنا طلع البدر ولا محاضرتك اليوم؟ طلع البيت لا قالها قلت لها قبل شوي. وعلى يعني عادي محبه الرسول ما اخذت معذوره يعني، عادي بسمعها مره مرتين، الواحد ما يشبع من حب النبي على اساس السلام. اللهم صل على النبي. طبعا نحن ما نقدر نقول ان يعني ان اليوم يوم فضيل، ان اليوم يوم ذكرى مجيده عندنا، احنا نحاول دائما نذكر بها ابنائنا، نذكر بها عوائلنا، بان اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام طغت على كل خلق، وهو صاحب الخلق الارقى في والارفع طبعا في هذه الدنيا. وايضا ان عندما نتحدث عن الرسول تكون هناك يعني ليست فقط المشاعر وانما الكلمات تتحدث بشكل مختلف. عندكم انتم ما شاء الله يعني مجموعه من المنشدين تتواجدون، خبرنا عن التواجد في مثل هذا اليوم كيف يكون؟ هل ردود انشاديه بينكم بين بعض او تكون كيف حالتكم تكون مختلفه؟ والله طبعا في تفاعل وردود انشاديه موجوده بيننا، لكن ما شيء كمجموع مع بعض يعني، عرفت ولا لا؟ ما تجتمعون؟ لا ما اجتماع ما والله انا ارى انه هذا الاجتماع يكون من اجمل الاجتماعات طبعا. والله نعم كثير من الشباب سجلوا البرده، ان شاء الله في برده ممكن احنا نكون مع بعض عده منشدين ان شاء الله. يعني احتماليه تكون اكثر من منشد بها. نعم طبعا. هي جميل. هي نعم، حتى بعض اخوان المغنين بعدهم شاركوا. جميل. في البرده. نعم ما شاء الله. نعم عندهم كلمات.
لما يذكر اكيد اسم الرسول يعني عليه الصلاه والسلام الكل يبي يشارك فيه، حتى لو انه بيمسك بس مايك يحطه كذي بس انه شارك في حب النبي يعني عليه الصلاه والسلام. ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا محتاجين. نعم كلنا محتاجين. هل هل هل, هل رايت منشدين لم يعني ينشدوا للرسول عليه الصلاه والسلام او الجميع؟ لا جميع المنشدين تقريبا اللي اعرفهم انا كلهم ما شاء الله كل واحد عنده نشيد نشيدتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وانا راح باذن الله قريب بعد اسجل هذه لحين اعطيكم، وبعد في نعم ما نقدر خلاص هذا الشيء ما تقدر تستغرب عنه. سجلت طبعًا. عن الام بعدنا وحده عن الام انتين على الام على الام سجل. اي نعم انت ذكرت هاي السنه اللي طافت كان بس ما قلت شوي اذا كلمات ما في مشكله. عشت يا امي الحنونة بين اهلنا مصونة تستحقين التحايا زخرفتها كل زينة. عشت يا أمي الحنونة بين أهلنا مصونة تستحقنا التحايا زخرفتها كل زينة. والله صلى الله عليه. طبعا هي وصية يعني وصية. انت اخذتنا الى وصيه للرسول قال امك الله ثم الله. امك ثم نعم. امك سبحان الله نعم. وتعالى نعم. على رسولنا ربنا ان شاء الله يجعلنا من يشفع فيهم ان شاء الله في يوم الدين، وان يجعلنا ان شاء الله ممن يجلسون في الفردوس الاعلى بصحبته آمين. وصحبه اله وصحبه اجمعين. ابراهيم شكرا على تواجدك معنا اليوم، كانت حلقتنا اليوم زاخره وانا جدا سعيد باني انا اقدم هذه الحلقه خصوصا وانا اشكركم حديثنا عن رسول الله دائما تستضيفوني واشكركم كثير وارتاح وياكم كثير. الله يحفظك يا رب. انتم ناس مرحين انت واخت ريم، والله يوفقكم ان شاء الله جميعا ان شاء الله يا رب. شكرا لك على تواجدك وفي ميزان حسناتكم في هذه الجلسه الطيبه ان شاء الله أكيد. الذي حفتنا الملائكه بإذن الله. صراحه بإذن الله. وشكر لك اكيد لان انت ما تقصر مجرد ما تسمع النداء في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. حاضر. نحصلك في اول المقاعد موجود عندنا تبارك الرحمن. اذا موجود هنا انا مستعد على طول بس تلفون واحد. الله يحفظك ابراهيم. جعل في ميزان حسناتك يا ربي ويجزاك الله خير، ونلقاك ان شاء الله في كل عام على محبه النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ال بيته. اعزائي المشاهدين كنا معاكم اكيد في هذه الحلقه الجميله اللي لمتنا على حب النبي حب الرسول عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله نقدر ننقلكم الأجواء اللي كانت موجودة معانا، هاي الرحمانية اللي آمين. نحس فيها إن شاء الله أن نقدر أن نوصلكم إياها. لقانا يتجدد معكم بإذن الرحمن إذا الله أحيانا يوم الأحد. مني لكم أجمل تحية ومن كل الطاقم الموجود في قناة أكيد طبعا. إذا مشاهدينا كل الشكر للمنشد إبراهيم الهاجري أكيد. على تفضله بالحضور معانا في هذه الحلقة المميزة. طبعا إن شاء الله نراكم يوم الأحد، إلى ذلك الحين في أمان الرحمن.